الخبر الاول اللي عدنا عن قمر الطاي ورد على الاشاعات اللي قاعدين يطلعون عليها المتابعين، واللي هو واحد من حساب الفانز اسمه خديجه يا حبايب نزلت هذه الستوري تقول انه قمر الطاي اسمها الحقيقي هو قمر حمدوش اللي اسمه ابوها، وان عمرها 17 سنه، وان هي من مواليد 2004، وان ابوها وامها من فصيان بعض، وبنفس الوقت هي تاركه مدرستها بسبب انه هي رسبت بصف السادس. ولكن يا حبايب هاي كل معلومات كذب، فطلعت قمر يا حبايب من الواضح انه ما استحملت كميه الكذب وطلعت تبرر وترد على هذه الستوريات. فنزلت هذا الستوري تتبع على هذا الموضوع يا حبايب وتقول ان ابوها وامها منفصلين عن بعض، وانه هي مواليد 2006 مو 2004، ورسم ابوها مو حمدوش وهاي شيء يا حبايب صح، حتى راح اعطيكم الستوريات. شلونكم؟ عارف ان انا قلت لكم انه راح اروح انام بس ما نمت، شفت هذا الستوري ما تحملت ما انزل وارد. اول شيء ما عليكم ملابسي جدا اغسل الزوزي فتوسخت. anyway اول شيء اسمي مو قمر حمدوش، منو ومنو حمدوش؟ اسمي قمر الطائي، اسم ابويا ما احب اقوله، افضل ما اقوله. مواليدي مو 2004 2006 تمام، ابويا امي مو منفصلين ابدا، ماكو شيء شيء، يعني ابويا ميت من زمان شهيد وما حد منفصل عن احد. لا تطلعون عني سوالف عليكم، والله من تطلعون هاي السوالف يعني صدمتوني، يعني اذا تشككوني بنفسي حسيت روحي ما اعرف نفسي. وات رجعت شفت الستوري، شفت شغله جديده انه انا راسبه وتاركه من السادس. أني ما راسبه بحياتي، ما رسبت وتركت بسبب ظروف السفر. شو هاي؟ الله الله من طلعوا هالمعلومات؟ رح انتحر يا حنتحر. وبالختام يا حبايب لا تصدقون اي شيء يطلع القمر طايب، بالنهايه احنا نعرف ان البنيه متكذب والبنيه صادقه، بما ان احنا نحبها فما راح نصدق غيرها. فاكتبوا لي الكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لنورمار وبالتحديد محمد ماريا حبايب ودخوله المستشفى. فنزل شويه ستوريات عن محمد من داخل المستشفى. بالنسبه لساعة السبب فللاسف يا حبايب كان يستوي عمليه اسمها البحصه، واللي هي عمليه تعتبر سهله، يعني مجرد حصب الكلى ويشيلوا اللي هي، ولكن الحمد لله وحاليا صار بخير. فالف حمد على السلامه وشوفوا الستوريات. انا احبك يا حبيبي محمد، ايش بك؟ انا تعبان قوي. ليش تعبان؟ انا عملت عمليه وتعبان قوي. محمود ايش رايك بمحمد؟ محمد هو جماعه انا وام محمود نعسنا ومحمد صحصح. ايش وين المعادله نعسان؟ انا الله ما اكل، انت جوعان كثير؟ تعال نسحب عليه ونروح ناكل. جماعه اللي عم يسال حتى لان محمد ابي صار بس عمل اليوم عمليه بحصه، هي ما هي خطيره بس هو تبنج وصار يحكي لنا شغلات. شلون محمود استغليناه، عرفنا كل شيء عنه، صرنا من امبارح عم يحكي لنا شغلات لليوم. ننتقل حاليا نور ستارتج والمتابعين عليها. فنزلت هذه الصوره يا حبايب اللي كانت لابسه ملابس شويه قصيره، كل عاده كل كومنتات يا حبايب صارت تهجمون عليها شنو لابسه وشنو هذه الملابس اللي تحصل لايكات بشكل مو طبيعي تهجمون عليها. هذه الصوره يا حبايب قدامكم مثل ما شايفين، اكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. ننتقل حاليا لاسامه مروه، وهل هو يا ترى تزوج او خطب؟ فالما يعرف يا حبايب انه اسامه نزل هذه الستوري، والشيء الغريب اللي كان بيه انه اللي كان لابس خاتم خطوبه. في الاغلب يا حبايب صار اتوقع انه هو خطابه وتزوج. ما ادري صراحه اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وهل راح تفرحون او تزعلون اذا الموضوع طلع فعلا صحيح. ننتقل حاليا لمريانا غريب وتهجمها على ياسو. فيا ريت يا حبايب نزلت هذا المقطع على قناتها اللي كانت فكرتها انه تسال بيسان ومريانا اسئله، فواحد من الاسئله اللي سالتها يار البيسان كانت اللي هي انه هل انت تس او هل انت حيه بسبب الخلافات بالفريق؟ فمريانا ردت عليها انه لا احنا ما نستعطف، ولتقصد ياسو انه هي اللي تنزل ستوريات وتستعطف. لكن الصراحة اللي ضحك الموضوع انه مريانا هي اللي تنزل ستوريات دائما وتقول لي تساقطوا من تحت عيني والصديق وما ادري شنو، مقاولات شوية حزينة. فبهذا الحال مريانا هي اللي قاعدة تستعطف. على كلنا راح اعطيكم مقطع شوفوه. هذا السؤال الك، ما بعرف اذا حتقبلي تجاوبي عليه او لا، او ممكن تقبلي انك تطلعيه. جيبوا على الشطة. بسان هل انت كنتي سبب لمشاكل معينة بالفريق؟ لا لم تسكت ابدا. ها جوابك؟ ابدا. يعني احنا بالفريق ولا ايه؟ ابدا والله. مين يقول عنك حيه؟ مين يقول عنك حيه؟ كله يقول عنك والله. انت يقول عنك حيه؟ انا اسمي حيه. على فكره بس بدي احكي شيء، انتوا لانه نحن ما عم نرد يس فبتقولوا عننا حيايا، بالذات هي قالت يعني كثير طلع عليها صيت الحيه بس لانه ما بترد. اما في ناس بتطلع بتستعطف، الاستعطاف يلي من تحت لتحت هذا هو اسمه التس. لما نحط ستوري انه او ماي جاد انا كئيب انا حزين، انا ادراني حط مقولات او هذا صرمني او هذا اكيد هذا الشيء ما في. الانترنت مفتوح والجوجل مفتوح، انا ادراني حط انه انا كئيبه وحزينه وبلا بلا لاخره، بس انا ماني جو استعطاف. حتى رديت على سيت التست يطلع انا بهمني الله اعلم
أكثر ما يهمني إنه الناس أعلم. وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن أعجبكم، لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات. أحبكم وبس، أنا كفيل زي مقاطع منك القصص، مع السلامة.